الكسوة 14/12/2011 ما زال الإضراب مستمر. الكسوة 14/12/2011 ما زال الإضراب مستمر. إضراب كافة المحال والأسواق التجارية. الكسوة 14/12/2011 التوقيت بين المغرب والعشاء. إضراب لأجل شهداء الكرامة، شهداء حمص، شهداء سوريا المحتلة. الكسوة 14/12/2011 الإضراب، إضراب الكرامة. أبت بلدة الكسوة إلا أن تضرب فداء لأرواح الشهداء. الكسوة 14/12 استمرار الإضراب.